وأشكر المختبر السعوديات وتحليل الخطابات الجوية شخص سي عطيف محمود، أشكره جزيلا على هذه الدعوة الكريمة. مداخلتي معنونة بمجاوزة نزعة نهيمنا بين الفلسفة والأدب، محاولة تركيبها. قبل الدخول في الموضوع يجدر بي أن أقدم لهذه المداخلة باستهلال أو بتحديث لمفهوم مركزي في مداخلتي، وهو مفهوم المجاوزة الديباسمون. مفهوم يحيلنا على هيدغر، ولكن لا أريد أن أدخل في التفاصيل وأن أتيها مع هيدغر. سأحاول أن أحدد المفهوم ببساطة. فلا أعني بالمجاوزة تجاوز الذي يعني القطع تام مع شيء أو الفصل التام، بل ينبغي إحالة المفهوم على تاريخ الفلسفة وتاريخ الفكر الغربي منذ العهد اليوناني القديم، العهد الأسطوري اللي سيطر عليه هوميروس وتيود، والعهد الفلسفي اللي كيحيلنا على الفلسفة الكلاسيكية الأوج ديالها مع أفلاطون. ماذا نعني بمجاوزة أفلاطون لهوميروس، خاصة ولشعراء التراجيديا اليونان بصفة عامة؟ قد نفهم منها أن أفلاطون ضد هوميروس، أو الفلسفة الناشئة من الفلاسفة الطبيعيون أصحاب استقصار الأرض، أو الفلسفة الناضجة التي جسدها أفلاطون وأرسطو. وقد نعبر على هذا التضاد ب لوغوس ميتوس، لوغوس ضد الميتوس، أو المكتوب ليكري ضد اللغة، أو المضمون السونس ضد الشكل. قد نفهم منها أيضا مجاوزة لمنتوج شعري أو فلسفي لشخص عاش في الماضي أو لشخوص متخيلة في الزمن الصحيحي أو القريب، إما لدحض أقوال الخصم أو لإثباتها، مثلا محاورات أفلاطون التي تتناول موقفه من شعراء التراجيديا، أو بمعنى آخر أفلاطون ومحاولته للتخلص من ثقل الأساطير الهوميرية. إذن المجاوزة هي محاولة للتخلص من شعر يشوش على لوغوس الفيلسوف الذي يجسده أفلاطون. لكن المعركة لم تحسم، خفت جدوتها، خفت جدوة الميتوس واشتعلت جدوة اللوغوس، فأصبح فضاء الميتوس تسوده العتمة وفضاء اللوغوس يملأه النور، لكنهما يوجدان معا، الأول ضعيف وشاحب والثاني قوي ومضيء. إذا متى يظهر الميتوس؟ عند الفيلسوف على الرغم من أجله ويحيى من رماده، حينما يعجز الفيلسوف عن التعبير عن قضاياه الفلسفية الكبرى ومفاهيمه، يطلب النجدة لسكوت من الشاعر، ويظهر ذلك في استعماله للتعابير المجازية، بل أكثر من ذلك إبداع أشعار وأسعار وأساطير تمجد الخير والفضيلة والعدالة. هذه
المفضلة عند أفلاطون وغيرها كثير. والغاية من هذه الأشعار، الأشعار التي أبدعها أفلاطون على الرغم من أنفه، هو تربية حراس المدينة، الغارديان ديال لا سيتي، تربية بعيدة عن التربية التي يرويها رواد هوميروس. فمجاوزة أفلاطون لهوميروس تتجلى في أن أفكار هوميروس تحاول أن تقطع علاقة السامع بالواقع، أي هذا الواقع هو ليسي المنتظر الآن والهنا والآن، وذلك بقذفه في حالة لا شعورية ويشعر كأنه ليس هو. هذه فقط عبارة عن مقدمة ما قبل البدء. ثقل الفلسفة الأفلاطونية تشكل الحقبة الأفلاطونية مرهقة هاما في تاريخ الفلسفة، خاصة فيما يتعلق برؤية أفلاطون للفن عامة والشعر خاصة، طبعة ليس بها اتجاها فلسفيا عمر قرونا طويلة. فيها انتصرت الفلسفة على الأدب، بل تفوقت عليه في قول الحقيقة. إن التفكير في هذا الموضوع لا يكون له جدوى إذا لم يصبح سؤالا حيا، وما لم يصدر عن حاجة فكرية ومعاناة حقيقية يعانيها الباحث. فالأديب يسعى للانفلات من قبضة الفيلسوف الذي يراقب مدى اشتغاله على بعض مفاهيمه وقضاياه، والفيلسوف بدوره يضطر لصياغة قضاياه الفلسفية المجردة بلغة أدبية. إذن فما العمل أمام هذه المفارقة؟ موظفا السرد الأدبي اختلسها من الشاعر، فأفلاطون لم يفكر في عالم المثل وعالم المحسوسات بشكل مجرد، وإنما جسمه وجسده من خلال التشبيهات والاستعارات والكنايات والأمثال والقصص. وأسطورة الكهف نموذجا صارخا لهذا التجسيم، والكهف في هذه الأسطورة هو العالم المحسوس، والظلال هي المعرفة الحسية، والأشياء الحقيقية التي تحدد هذا الظلال هي المؤمن. فالفيلسوف يأكل من زاد الأديب، بل يستكثر عليه هذا العطاء المزعوم ولا يطيقه، بحجة أن الأدب لا يقع إلى مستوى تخليف. التخليف هي المعرفة في معناها العام، وينظر إليه كآخر مختلف. هذا التضارب بين الفلسفة والأدب ونزول كلاهما للهيمنة على الآخر جسده الفيلسوف أفلاطون، جاعلا من الشاعر لا يبدع شعرا من مخيلته. فالشاعر شيء خفيف، شيء مجنح، شيء مقدس، لم يتوصل إلى الخلق حتى يصبح الإنسان الذي يسكن إلهه ويفقد رأسه، فلا يصبح ذهنه ملكا له. فالشاعر في تصور أفلاطون هو ذلك الكائن الذي يهدي الهديان، لا عبقرية له إلا إذا نطق إله في الفن، ولا جدارة لديه إلا بما يأتيه من إشراق خارجي. فالشاعر هو ملهم وليس مبدع لشعره. إذن بأي طريقة تستطيع الفلسفة أن تفكر في ذاتها؟ ما هي الإشكال المعرفي التي يمكن أن تكون اللقاء بين الفلسفة والأدب؟ هل يمكن أن نتفلسف بالأدب؟ هل التجريد والتأمل هي الطريقة الوحيدة للتفكير؟ هل يمكن أن الفلسفة أن تتخلى عن الأدب وتنبذه بدعوى أنه يخاطب الوجدان ولا يحتكم إلى العقل والمنطق؟ أليس القاسم المشترك بين الفلسفة والأدب واللغة والكتابة؟ باعتبار أن الفيلسوف كاتب والأديب كاتب، تعود فكرة التضاد بين الفلسفة والأدب كما سبق أن ذكرت إلى العهد اليوناني القديم، العهد الكلاسيكي، حين رفض الفيلسوف أفلاطون وجود الفن والشعر والشعراء في مدينته
وجمهوريته. إذن أفلاطون يهيمن على الفكر الفلسفي ويشكل الشعر على شاكلته والأدب على شاكلته. فهناك محاولة للتخلص من أفلاطون. فهذه المحاولات هي محاولة صعبة، لأن أفلاطون يشتم كما يشتم نصر على من جناحه على التاريخ. فكانت حاول أن يتخلص من أفلاطون، ولكنه مع ذلك يدخل في نهجه. فهو هناك قولة شهيرة لكانت يقول فيها، هو أنه قرأ وأعاد قراءة روسو. روسو طبعا الفيلسوف، وروسو المربي، خاصة كتابه الاعترافات، قرأه وعاد قراءته، ولكنه شوش عليه أو شعر بالانزعاج. لماذا شعر بالانزعاج؟ لأنه الأسلوب الذي كتب به كتابه الاعترافات أسلوب أدبي، هو يريد أن يزيح ما يسمى جدالية التعبير، لأنه يشوش عليه وينزعجه منه لكي يدخل في عالم يدركه بعقله. إذن فالعقل هو الذي يوجه كانت. أما الأساليب الأدبية والتعبيرات الجمالية فإنه يحاول أن يزيحها ليدخل إلى عالم روسو، فيحاول أن يقارعه مقاربة عقلية محضة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ماذا؟ يدل على أن كانت يمايز ما بين الأدب وما بين الفلسفة. هناك تمييز، ليس طرد الشعر، ولكن هناك يميز تمييز جوهري بين ما هو شعري، ما هو أدبي، وما هو فلسفي. فهذه محاولة، لا أقول هي محاولة يائسة، يحاول فيها كان أن يتخلص من أفلاطون، ولكنه بقي يسير على نهجه. إلى أن هذه المحاولة سيقوم بها لم يسمونهم مؤرخ الفلسفة بفلاسفة، لم يستحقوا هذا الاسم عندهم. فنجد ديدرو الموسوعي المعروف الذي ندرج تحت اسم موسوعي أديب ومسرحي، ولا ندرس نصوصه ونعتبرها فلسفية. ففي روايته هناك رواية عظيمة لديدرو تحت عنوان جاك القدري أو ما جاك الفاتاليست. جاك القدري محاولة لجعل الأدب يستقل عن توجيهات الأفلاطونية التي سادت، يعني ردحا من الزمن، حتى أنه في قولة له شهيرة يقول يحاول أن يعالج الصدع ما بين الأدب والفلسفة، أو الصدع بين الفلسفة وبين الأدب والفلسفة. يقول إن الفيلسوف في الزمن الماضي، أو إن الحكيم في الزمن الماضي كان فيلسوفا وكان شاعرا وكان موسيقيا، لكن هذه هالليطالو اسمها هو هذا الليطالو تصارع فيما بينهما. فماذا حدث؟ حدث أن الفلسفة أو الفكر الفلسفي أصبح مجاله ضيق، وأن الأدب والشعر نعم
أصبح ناقص التفكير، يعني أن التفكير عنده يعطي أصبح من الدرجة الثانية. إذن فهذا الصراع ليس في صالح لا الفلسفة ولا الأدب، فالفلسفة ضاق مجالها، وأن الشعر أصبح شعرا نعم يحكم بالخيال المجنح أكثر ما ولا يعطي أهمية للفكر. هذه محاولة للتخلص من قبضة أفلاطون، تلك القبضة التي سيطرت زمنا طويلا. كما نعرف جميعا على أن الفلسفة الكلاسيكية أصبحت مهيمنة، وأن هناك ظروف وشروط معينة جعلت أن نتخلص من هذا الفكر الفلسفي المهيمن. فالفلسفة الكلاسيكية يحكمها تفكير الأزواج، فلسفة، أدب، عقل، عاطفة، كلي، فردي، موضوعي، ذاتي. فتخلص من هيمنة الفلسفة الكلاسيكية هي محاولة لجعل خلق فلسفة جديدة، فلسفة في الأدب، فلسفة في الشعر، فلسفة في الرواية. إذن وأن الفلسفة زحزحت عن مركزها، فأصبحنا نجد فلسفة عند الروائيين وعند الشعراء ولا نجدها عند الفلاسفة المعروفين. إذن فزاحت الفلسفة عن مركزها وخلقت أو أبدعت فلسفة أخرى. فأين يتجلى ذلك؟ يتجلى عند كوندرا في بداية القرن العشرين، وبداية القرن لا أقول بداية القرن العشرين، هو عام 1922 هو إلى الآن. فهو كتب رواية يستلهم منها مفاهيم فلسفية ويؤولها على شاكلته هو. فهذا الرواية اللي هي لانستيتو نام لي جيرتي، معروف هذه الروايه دو لاتر، فهي محاوله لاستلهام العود الابدي وجعله يحضر عنده ولا يكيفه هو كما يريد، ولكنه يريد شخوصه ان يتكلم عن العود الادبي في شخوصه، وهو يحدد بعض المفاهيم ويتكلم عن العود الأدبي، ولكن العود الأبدي على شاكلته هو وليس على شاكلة نيتش. إذن فيمكن أن نقول على أن الفلسفة بدأت تحيا في الهامش، تحيا عند الروائيين وتحيا عند الشعراء، ولا نجد فلسفة عند الفلاسفة المعروفين. حتى عندنا في العالم العربي كما نعرفه، فنحن لا نعرف عثمان أمين ولا نعرف عبد الرحمن بدوي، ولكننا نعرف طه حسين لأنه وظف شك ديكارتي في كتابه في الأدب الجاهلي. إذن فالمجاوزة عسيرة، فلا بد من طرح الفكرة القائلة بأن العقل الفلسفة أعلى شأنا على من الخيال. أولا لأنها فكرة تخدع من يقول بها، فأفلاطون يقول الذي أخرج الشعر من جمهوريته قد دخل من النافذة، لأن الشعر هو سكن الوجود، فالإنسان تحركه انفعالاته ومشاعره، تتدفق على شكل لغة مليئة بالمجاز والاستعارات النابعة من أعماق الإنسان، كما أن نفس هذا الإنسان ما خطئ يبرهن ويستدل على قضايا كبرى تعترض حياته. فالمحاولة اليائسة لتطهير الفلسفة من العنصر الشعري والأسطوري، حيث لم يجد بدا صاحب الجمهورية من تبني كثيرا من العناصر الشعرية كالأسطورة والبلاغة بما فيها من كناية ومجاز، ناهيك أن اللغة تجد أصلها في الاستعارة كمفهوم أساسي لماهيتها وشعورها.